سيان مخجلين وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح نلعب لعبة فوتبول سترايك، اللعبة اللي لعبناها قبل كم يوم وعجبتكم. في على الكاميرا قال يا سيد نوبيك تنزل مقاطع أكثر من لعبة، بما أن اللعبة أصلا كرة قدم أونلاين ففيها فكرة جدا حلوة. فاليوم راح تكون حلقتنا الثانية إن شاء الله من اللعبة هذه. فبكل بساطة يا حبايبي، عبيت شوية فلوس في اللعبة علشان نقدر نلعب بدون أي مشاكل، وما يعني مو كل شوية يطلع لنا ترى ما تقدر تلعب المباراة الفلانية لأن ما عندك فلوس. لا ما نبي هالموضوع، نبي نلعب على راحتنا. فبداية خلينا نفتح الشنطة هاي ثواني، خلينا نشوف وش راح يطلع لنا. راح يطلعوا لنا بعض البطايق، ممكن نقدر نضبط ملابسنا او شيء. يا يلا شاب بسيطه، مو لهناك. اسحب حاليا، خلنا نروح. راح نروح وين؟ راح نلعب طبعا البطولات البسيطه الحين كبدايه، لان ما عندي فلوس كافيه. فهو المفروض عندي فلوس كافيه، بس الفلوس الثانيه قليله. المهم راح نلعب ضد بنت في اول جيم عندنا. يلا بسم الله. طبعا انتم فاهمين النظام، راح اسدد من المكان انا ابي، مثلا ابي اسدد هناك. بسم الله ليتس جو. اوف صدتها، والله شكلها زينه، شكلها زينه. ملابسي سيئه. صد يا حبيبي. اذا صديت حاليا، عفوا يا جماعه، عطاني تصويبه قويه. يس يا جماعه ما صدتها، كفو. اللي بعده دورها. اوف مره اشوى اشوى. بوم جول، جول قويه قويه. راحت في نفس المكان بس تسديده قويه. اوكي ايزي ايزي، ما يحتاج حتى اتحرك. ايوه ما تنصد ما تنصد ما تنصد ما تنصد، مثل ركلات ترجيح. فز عليها في اول مباراه عندنا يا اخوان، قدرت افوز واجمع لي النقاط اللي نبيها. خل نروح الحين للكستمايز، بس ثواني هبى اشوف وش نقدر نضبط، لو في امكانيه ان احنا نضبط. هل اقدر اشتري شيء معين؟ للاسف ما يمدي ناخذ اشياء على كيفي، لازم اجمع اشياء عشان اقدر اضبط اموري. بالنسبه للملابس، ملابسنا خلونا نحولها مثلا لون الابيض. المشكله اللون، لون ابيض واسود اتوقع بيكون حلو. اوكي ابيض اسود وابيض راح يكون جيد جدا. قفازات واشياء مثل هذه ما عندنا، بس اتوقع خلينا نشوف الحارس. ملابس الحارس تعبانه، خلينا نقول بنفسجي بنفسجي بنفسجي. وتحت بعد ازرق يا اخي، الملابس مضروبه. اوكي فوق بنفسجي، تحت اسود اسود. اتوقع ان هذا افضل شيء اقدر انا اسويه. القفازات عندنا قفازات غير، ما عندنا قفازات غير، ما عندنا ولا شيء ثاني غير. فبنكتفي حاليا بالشكل هذا، ويلا خلونا نروح نلعب جيم اخر. طبعا نحاول نجمع. بنروح الحين لمباراه اقوى شوي مع ناس افضل نوعا ما. يلا بسم الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم. يجينا خصم يعني كويس بسيط. لحد الحين ما حطيت الاسم، المفروض ابتدي احط لنفسي اسم، ما حطيت لحد الحين. يلا بسم الله بسم الله. اوكي لا برا، لا برا يا جماعه، اول تصويبه صوبتها برا. دوره الحين، دوره. نطيت من وقت، نطيت من وقت. ايس صداها للاسف، شكلي راح اضيع واجد الجيم هذا. برا 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 برا. ايش في شوت بطيء؟ يلا هذه جول، هذه ما تنصد. يس يس يس، تقريبا رجعت. اذا صديتها بالذات الحين رجعت يا حبيبي. ايش سد البطيء، سد البطيء يا في الجول. يسدد بطيء بطيء جدا يا اخي، بطيء في التسديد، مو منطقي الطريقه اللي سد. خلينا نجرب، لا ما نجرب ما نجرب ما نجرب. سدد بقوتك سيد. صداها صداها. دوره، فاز للاسف الشديد يا جماعه، فاز. لعب باسلوب غريب، اول مره اشوف واحد يلعب بالاسلوب هذا، التسديد البطيء جدا. ابى العب معاه مره ثانيه لو ممكن. للاسف رفضني يلعب معاي مره ثانيه. مو مشكله مو مشكله، خلينا نحاول نلعب بزياده. وبجرب الحين الجيم اللي بعده، بجرب اسلوب التسديد البطيء، ابى اشوف هل ينفع ولا لا. طبعا الحين طاقه موجوده قدامكم، في ناس اقوى مني بكثير. يلا ايوه تجي وتسوي الحركة هذه. صداها صداها. صد نايس، صديتها. حطها هني، بوم في المرمى. اوكي معنا في نفس المكان، بس فهمتها. صد اوكي، هذا يلعب طبيعي، يلعب طبيعي. يلا في التسعين، لا في التسعين جماعة. اوف جول 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 جول. بدينا نضيع خلاص، بدأت تجيب العيد. اوه راح زاوية ثانية، انا زاوية ثانية. ركز هذه. ايزي 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 ايزي. يلا. بوم في المرمى. يس خلصنا خلصنا يا جماعة. الحمد لله قدرت افوز في الجيم البسيط هذا. خل نروح الشوب نشوف مع بعض وش فيها بفلوس حقيقية.
نقدر نشتري كرات، نقدر نشتري شنو بالضبط؟ اوه ملابس ليفربول، اوه والله راح تكون رهيبة. شنو في بعد اندية؟ مانشستر سيتي، غيره دورتموند، برشلونة، حركات. فالحين ببساطة اشتريت ملابس برشلونة، راح اجرب الحين ان انا احطهم للفريق. اوكي لبسوا على طول، طبعا ملابس بس اللاعبين، الحراس لا، فراح يكون شكلي مميز ضد الفرق الثانية او الاشخاص الثانيين. ياب راح يكون شكلي جدا مميز ان انا لابس ملابس حقيقية، يعني حق نادي حقيقي. اللي راح يشوفني راح يقول اوف كيف عنده ملابس حقيقية. فبنجرب مع بعض الحين. اوكي هذا اتوقع طاقته راح تكون جيدة نوعا ما، تقريبا قريب مني. بفوز عليه ما عليكم. 3-2-1 بسم الله. يلا العب. اوف غريبة 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 اللعبة. يلا هذه في الجول. يا الله ليش في العارضة؟ ليش في العارضة؟ انا مستغرب. يوراه ايزي يلعب بطريقة غريبة جدا جدا جدا. اوكي يلا. ضعيفة لكن في الجول. ضعيفة لكن في الجول، تمام. لازم تحطها عليه بأصعب مكان ممكن. يلا العب 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 العب. قاعد يركز. اوكي قاعد يركز. ايش بيسوي؟ اوه ما سدد، خسر. اذا ما يسدد خلاص تروح عليه. ليتس جو. اتحداك الصين. خلصنا؟ لا بعد واحدة. لا الحبيب انسحب يا جماعة. قدرت افوز عليه، انسحب على طول، انسحب ما اعطانا فرصة. خلينا نرجع مرة ثانية للشوب وبعد نشوف مع بعض إذا في شيء إضافي. عفوا يا جماعة مشولي مشولي الموضوع. المهم إذا في شيء غير نقدر نحن نشتريه بعد. لا في بس ملابس الأندية نقدر نشتريها. ممكن نحن نشتري كرة. غريبة يعني ما في ملابس حارس. كيف؟ ليش بس ملابس اللاعبين العادية؟ أوه أوه كارير، صار في كارير. هذا أونلاين ولا أوفلاين ولا شنو؟ خلينا نجرب الكارير. الكارير لازم لحد معين أقدر أدخله. بس اشك انه اونلاين، ما ادري. خلينا نجرب مره ثانيه. لا ما ينفع ما ينفع ما ينفع. خلينا نلعب اللعب العادي الحين. راح ادخل البطوله. هاي البطوله ما اقدر ادخلها صح؟ لا والله يمكن ادخلها. اوكي بسم الله بسم الله. البطوله الاقوى، البطوله الاقوى، وهذا الخصم اللي على طول ضدنا. يا جماعه في طريقه ازيد القوه ولا راح ازيد الحاله؟ اوه هاي البطوله، هذه البطوله الصعبه. بوم جول جول يا جماعه، جول يا جماعه. وين يصدها؟ وات هيل؟ وايه حبيبي وين شايت؟ كان غلط. لا غلط 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 غلط. ايه دقيقه يا اخوان، ما حسبوا لي الهدف اللي سجلته قبل شوي. صدقون ما حسبوا الهدف. الهدف اللي قبل شوي سجلته ما انحسب. اول واحد اوله. ايش في هذا؟ هنجرب نفس اسلوبه، نفس اسلوبه بالضبط. اوه ماي جاد اتحداك. غيره التسجيل البطيء كان راح يقدر يسجلها. هي اهدافي وين؟ ما كان يحسبون. يلا جول. ها شو 1-0؟ وات شنو الفكره؟ ما فهمت. ايوه الظاهر لازم نسجل بحركه صح؟ خلينا نشوف. لا ما انحسبت ما انحسبت. شكلي فهمت شكلي فهمت يا جماعة. جول لازم فوق الحيطة صح؟ لا يا اخوان شنو اللعبة اللي قاعد نلعبها؟ والله ما ادري شنو قاعد نلعب. بنتظر ينسحب. وات ايش قاعد يسوي هذا؟ ترى ما ادري كل الاهداف اللي قاعد نسجلها ما قاعد تنحسب. شكله لازم بقوة خارقة الهدف. اوله واتو كانت بتمشي كانت بتمشي كانت بتمشي. الظاهر لازم بقوه خارقه اسجل. شل صار تمرين يا جماعه. لا اوف قريبه. صار تمرين صار تمرين صار تمرين. مو قادر يسجل. يلا بوم. في الحيطه في الحيطه. يلا العب 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 يا ابوي العب العب يا ابوي العب العب. خلينا نشوف العب العب. خلينا نستكشف شنو هذا الشيء اللي قاعد نلعبه. قاعد نجرب اقوى تسديده. قاعد نجرب ما ادري ما قاعد يحسبون لي. الو زين تعادل. ايش مو تعادل؟ ايوه 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 يا سلام. لكن ما راح تنحسب صح؟ ما انحسبت. اوه ماي جاد. الحين بشوف الحين بشوف. ها ضيعها اصلا شكله ما سجل ولا هدف علي. اوكي خلينا نجرب بهالطريقه. ما اعرف ايش قاعد يصير.
والله ما اعرف ايش قاعد يصير. يا انا الجيم معلق يا انا في شيء معين لازم نسويه في الجيم هذا. اوكي جول، لكن 0-0. ما فهمت النظام. خلي يسجل ولا خلي يسجل. خلص الوقت ما اقدر اسجل وما لعب بلا صح. يلا ايوه في المرمى في المرمى، لكن يا اخي سجل. تكفى تكفى سجل، فهمني ايش قاعد يصير، فهمني ايش قاعد يصير. اوه ما تمشي يعني بين الحيطه ولا شنو؟ خلينا نجرب بين الحيطه. جرب سجلت بين الحيطه اكثر من مره. اه ما تمشي، قاعد احاول يا اخي. انسحب انسحب يا اخي، الجيم ما قاعد يخلص. انسحب، قاعد اسجل عليك وما قاعد يحسبون لي اهداف. زين ما في حيطه، يعني الموضوع فيه انه الموضوع فيه انه الموضوع فيه انه يا جماعه شنو هذا؟ ارضيه، يلا خلينا نجرب ارضيه، خلينا نجرب ارضيه. بسم الله يلا عطها. مو ارضيه، وين الارضيه في الموضوع يا طيب؟ اخيرا سجل. ها بفوزونا يا جماعه، انا طول الوقت قاعد اسجل ما قاعد يفوزوني. يا مو سجل فاز. بس يا اخوان هاي تجربتنا اليوم، من عجبكم المقطع ضغطوا زر لايك واشتركوا بالقناه، ونشوفكم على خير ان شاء الله في مقاطع اخرى من اللعبه هذه والالعاب ثانيه. مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.